كتقول لك خلص وشكي. حنا دابا هاد المشكل ديال هاد الناس راه ما ساكنين في القصبه، وهاد الساكنه كامله طبقه هشه. هاد الناس كي غيديروا؟ كاين اللي كاري، واش بيتو كوزينه ولا كتجيبي 1200 درهم؟ كيف يعقل؟ معنا المدرسه، معنا العيد الكبير، هاد الناس فين غيمشيو؟ هاد اللي هذيك خاصهم يديروا واحد الحل. ملي كيقول خلص وشكي، ملي غادي تخلص وشكي؟ دونك غادي تسكت. هاد الشيء بغينا يوصل الناس المسؤولين ويديروا محاسبه. وهذاك السيد اللي كيجي كيكونترولي، اسمح لي هذاك السيد كيجي كيكونترولي خاصو يهز المكانه ويشوف لي شيفر كيدير داك الشيء اللي قال ليه راسو. لان حنا كنشوفوا كاين مواكن ما كاينينش وعندهم فاتوره بحال دابا هاد الورقه هذه هي فهمت. بيت وكوزينه 2000 درهم كيف يعقل؟ حنا عندنا وطيلات، راه هاد الناس راه مهلوكين، راه خاص الساكنه، خاص الناس يوقفوا معاهم. وحنا كنتمناو من هاد الناس باش يراعيوا لهاد الامه، لان كاين واحد اللي مسؤول على المدينه هو الملك محمد السادس، عاش الملك.